التحديات، نتابع هنا الانطلاقات، نتابع الإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام وتحديات هذا الشوط، شوطنا الثامن في مجموع الأشواط وشوطنا الثامن الخاص بالزمول. هنا المهجنات الأصايل وهذه الانطلاقات والتحديات، هنا انطلاقة ثامن الأشواط. نتابع مشاهدينا الكرام ونسير إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هنا ديباج للسهيل بن سليم بالحربي العامري منطلقا بالصدارة وبالمركز الأول. المركز الثاني أمغايض يأتينا في المركز الثاني، محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي من يأتينا هنا أيضا على المركز الثاني في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. واشكرك أيضا، أشكرك يا أبو قنون على الشعار المميز الجميل. المركز الثالث، المركز الثالث ويأتينا مصيح خليفة بن بطي بن محمد بن خليفة الشامسي هنا من يأتي مع مصيح على المركز الثالث. والمركز الرابع، المركز الرابع والوصول على رابع المراكز من هنا القفاي حمدان بن سعيد بن يابر من ينطلق مع القفاي هنا على المركز إذا الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس الوصول من قبل الحذر يمعة بن مبارك بن مغير الخيلي. وسادس المراكز، المركز السادس هنا مشرف خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة هنا ينطلق بهذه التحديات. الوصول، الوصول من وشواش حمدان بن بطي بن سيف السبوسي مع وشواش للانطلاق وبهذا التحدي. ثامن مراكزنا، المركز الثامن الأدهم حمد بن محمد بن عمر الشامسي يتواجد هنا هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. تاسع المراكز، المركز التاسع من الجانب الآخر هنا القادم على المركز التاسع والوصول من مبعد علي بن سيف بن ساري الاجتبي. والمركز العاشر يأتي الفارس محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من ينطلق مع الفارس على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وخلف العشرة المراكز أيضا أسامي تتواجد هنا على أرضية هذا الميدان. نعود إلى الصدارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. مصيح هنا من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول خليفة بن بطي بن محمد الشامسي من انطلق بمصيح على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني والتحديات على ثاني المراكز. هناك هذه الانطلاقات والتحديات يأتينا هنا بهذا الأداء المميز. هناك ديباج السهيل بن سليم بن حربي العامري ومغايض لمحمد بن أحمد بن قنون الفلاسي من يأتي على ثالث المراكز. ثلاثية جميلة، ثلاثية جميلة تندفع بصدارة هذا الشوط، بينما يأتينا القفاية لحمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس وهنا وشواش، وشواش من ينطلق على خامس المراكز بقيادة حمدان بن بطي بن سيف السبوسي من يأتينا هذه اللحظات هنا على المركز الخامس. بينما سادس المراكز، المركز السادس مشرف
خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة ينطلق على المركز وهنا السادس والمركز السابع. المركز السابع الأدهم محمد بن محمد بن عمر الشامسي دينا سابعا وفي المركز الثامن. ثامن المراكز هنا انطلاقاتنا مستمرة وتحدياتنا ويأتينا هذا الانطلاق والقادم هنا الحذر يمعى بن مبارك بن مغير الخيلي يأتي بهذا الانطلاق على المركز الثامن. المركز التاسع المركز التاسع الفارس على المركز التاسع محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة وعلى المركز العاشر قماري محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من ينطلق هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى للعشرة المراكز هنا في انطلاقات هذا الصباح. نعود إلى الصدارة هنا بعد المغادرة الأربعة كيلومترات نعود هناك إلى مصيح المسيطر على زمام الأمور ومندفع بصدارة هذا الشوط خليفة بن بطي بن محمد الشامسي أن ينطلق بصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول في هذه الانطلاقات بينما المركز الثاني المركز الثاني يأتي ديباج سيل بن سليم بن حربي العامري وهنا الانطلاق من مغايض على ثالث المراكز محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي ثالثا بينما المركز الرابع المركز الرابع ياتي القفاي القفاي على المركز الرابع حمدان بن سعيد بن جابر بن عبد الله المنطلق على المركز الرابع والمركز الخامس والشواش هنا حمدان بن بطي بسيف السبوسي والوصول هنا ايضا الادهم حمد بن محمد بن عمر الشامسي ينطلق هنا سادسا مشرف في المركز السابع لمحمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة هنا ينطلق بهذه اللحظات على المركز السابع بهذا الانطلاق والتحدي. المركز الثامن المركز الثامن وصل الحذر يمعى بن مبارك بن مغير الخيلي مع الحذر منطلق على المركز الثامن والمركز التاسع قماري قماري محمد بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي مع قماري هنا به انطلاقته وتحدياته على المركز التاسع والمركز العاشر الفارس في المركز العاشر محمد بن حميد بن سلطان بالكديدة من يأتي على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام ما شاء الله مصيح هناك المندفع بالصدارة المندفع بالمقدمة وبالمركز الأول اندفاعته تلقائية هناك بدون أي أوامر يندفع بالصدارة وبالمركز الأول دارت هذا الشوط مصيح مصيح خليفة بن بطي بن محمد الشامسي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني المركز الثاني ويأتي على المركز الثاني هناك بانطلاقة أيضا ديباج ديباج لسهيل بن سليم بالحربي العامري ومغايض مغايض غايض مغايض وتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي السلام المر مع الثنين كيلومترات هناك مصيح افتتح الثنين كيلومترات بينما المركز الرابع الرابع المركز الرابع القفاي على المركز الرابع هنا في هذه الانطلاقة القفاي لحمدان بن سعيد بن يابر من ينطلق رابعا والمركز الخامس الحذر على المركز الخامس الحذر هنا ياتينا يمعى بن مبارك بن مغير الخيلي ووشواش سادسا وشواش سادسا هنا حمدان بن بطي بسيف السبوسي ومشرف مشرف مشرف محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة مع
ينطلق على المركز هنا. اذا السادس بهذه الانطلاقات والسابع بهذه التحديات، ثامنا قماري محمد بن راهد بن سعيد بالغافرية الفلاسي، والوصول هنا براق أول ندى محمد بن طماطم بن حمد العامري يأتي بأول ندى انطلاقة وتحديات هنا أيضا في هذا الأداء. براق المركز العاشر وعاشر المنطلقين والقادمين الإثارة مشاهدينا الكرام. هنا ياتينا شايش النايف بن عايض بن مطر بن خطروش القتبي من ينطلق على المركز العاشر بأول ندى. نعود مشاهدينا الكرام إلى مصيح، نعود إلى مصيح على صدارة، مصيح على المقدمة، هناك مندفع بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول. هناك في هذه اللحظات بدأ يفتتح الكيلومتر الأخير، بدأ يفتتح الكيلومتر الأخير، مصيح ينطلق بصدارة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط. مصيح خليفة بن بطي بن محمد الشامسي المنطلق بصدارة وبالمركز الأول بدون أي منافس على الإطلاق، منطلقا بصدارة، معلن الفوز، معلن الناموس، ما شاء الله على هذا الاندفاع. سلالة مصيح هنا ينطلق على صدارة وعلى المقدمة باندفاعه وتحدياته. المركز الثاني أرى القفاي يتسلل إلى ثاني المراكز هنا، القفاي من يتسلل على المركز الثاني بانطلاقة حمدان بن سعيد بن جابر بن عبد الله أن يأتي على المركز الثاني. والمركز الثالث مغايض محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي، ولكن الصدارة 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 مع مصيح، مصيح المسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول هنا بدون أي منافس على الإطلاق. سلام زاخر، سلام 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 على هذا الأداء المميز الجميل هنا وانطلاقة مصيح. خليفة بن بطي بن محمد الشامسي من يرفع هنا قام راس ينهي هذا الشوط، راس مصيح أنينا والناموس على أداء مصيح. وهنا استراحة المحارب بعد أن أعلن الفوز والناموس بدون أي أوامر، بدون أي أوامر. أشكرك هنا، أشكرك يا أبو بطي، أشكرك على هذه التعليمات هنا أيضا واستراحة المحارب اللي قدمها لنا. إذا لحظة وصول مصيح إلى خط النهاية، تهانينا خليفة بن بطي بن محمد الشامسي. بينما المركز الثاني القفاي أتانا ثانيا حمدان بن سعيد بن جابر، هنا من يصل إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث، المركز الثالث والتحديات وصل هنا مبهر لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة، مياس يأتينا هناك مشرف وصل رابعا بانطلاقة محمد بن خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، وخامسا هنا وشواش حمدان بن بطي بن سيف السبوسي. ونعود إلى التوقيت الزمني، إلى التوقيت مع مخرجنا في انطلاقاتنا وتحدياتنا هنا. ثلاثة عشر دقيقة تسع ثواني ثلاثة من الأجزاء من الثانية، توقيت مصيح بدون أي أوامر. تذكر عصاقوس ما شاء الله هانينا والناموس، الخليفة بن مطي بن محمد الشامسي، والسلام هناك إلى زاخر بمدينة العين. بينما المركز الثاني القفاي، ثلاثة دقيقة خمسة عشر ثانية تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا لحمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله. بينما المركز الثالث وصل مشاهدينا الكرام بتحدياتي وإثارتي هنا مبهر من فاجأنا في اللحظات الأخيرة، ووصل على المركز الثالث بثلاثة عشر دقيقة خمسة وعشرين ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس لسعيد بن محمد بن حسن بالثيمة العامري، تهانينا للجميع.